كما انطلق الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد. وقالت وزارة التعليم العالي إن الفصل الدراسي الأول بالجامعات يمتد لمدة 14 أسبوعا حتى 5 يناير المقبل، مؤكدة اكتمال استعدادات الكليات والمعاهد لاستقبال الطلاب الجدد وإجراء أعمال الصيانة الشاملة لجميع المباني والفصول والمعاهد المعامل الدراسية. وأكدت وزارة التعليم العالي على ضرورة انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها. دكتور أهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. من جديد نعود لبداية الدراسة في الجامعات المصرية في يومها الأول. معنا عبر الهاتف دكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها. دكتور أرحب بحضرتك، وبداية أسألك عن استعدادات الجامعة لبداية العام الدراسي الجديد، سواء فيما يتعلق بالأبنية أو فيما يتعلق بالكادر الأكاديمي. أهلا أستاذ إيمان، زي حضرتك؟ أهلا بحضرتك، اتفضل. في الحقيقة كل سنة وانتم طيبين، عام دراسي سعيد على أبنائنا الطلبة وعلى كل المصريين، وعلى مصر يا رب يكون عام رخاء ونماء لمصرنا الحبيبة إن شاء الله. في الحقيقة إحنا عندنا في جامعة بنها عندنا أكتر من حاجة. جامعة بنها الحكومية 16 كلية زائد معهد، يعني 17. عندنا جامعة بنها فرع العبور 5 كليات بنظام الساعات المعتمدة، وعندنا جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور 4 كليات ب17 برنامج. الحمد لله رب العالمين، سواء كان في الجامعة الحكومية أو فرع الجامعة اللي في العبور تم جميع أعمال الصيانة، الحمد لله استنفذت جميعا. فيما يخص المدن الجامعية، المدن الجامعية على أهبة الاستعداد لاستقبال 2800 طالب وطالبة في أماكن مختلفة. عندنا 5 مدن جامعية، مدينة في كلية الهندسة بشبرا، في شبرا لطلاب كلية الهندسة، ومدينة في مشتهر، ومدينة تانية في طوخ لكليتي الطب البيطري والزراعة، وعندنا مدينتين بيخدموا على 13 كلية في بنها. فيما يخص الأعمال بالنسبة للأعمال، الجداول، الجداول الدراسية وخطط الأنشطة الخاصة بالطلبة، تم الانتهاء من الجداول الدراسية وخطط الأنشطة الخاصة بالطلبة، أنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية. طبعا احنا دايما متواصلين مع الطلبة ونؤكد على ان الاماكن التدريس الخاصة بالجامعات سواء كانت في بنها او في الجامعات المصرية هي ليست فقط للتدريس، ولكنها لان الطلبة يستمتعوا بالأنشطة الطلابية. ربما يا دكتور هذا العام يعني الدراسة ستعود بشكل كامل بعد ربما عامين من الحضور بشكل جزئي، كيف تم الاستعداد هذا العام لمواجهة فيروس كورونا، الإجراءات الاحترازية المتبعة؟ احنا الحمد لله رب العالمين رجعنا بكامل قوتنا بعد الإجراءات الاحترازية اللي اتخذت بكاملها لفيروس كورونا. عندنا المدن الجامعية كنا بنعمل يعني تقليص لأعداد الطلبة إلى 50% علشان يبقى الطالب قاعد في متنفس والمساحة كبيرة، وده طبقا للاشتراطات اللي اعطتها لينا وزاره الصحه. احنا رجعنا بقوتنا كامله. ايضا بالنسبه للاشتراطات الصحيه، الاعمال للتطهير والتعقيم الخاصه بالطلبه ما زالت مستمره. عندنا الطلبه بنقول لهم باعمال تطهير في جميع الاماكن الموجوده في الجامعه، سواء كان قاعات التدريس او المدرجات او قاعات المعامل، كل ده بنعمل اعمال تطهير. ايضا بالنسبه للاماكن الترفيه الخاصه بالطلبه سواء كان صالات الجيم
او الملاعب ايضا بيتم قص النجيل والحشائش في الملاعب ورشها بالمبيدات. نعم. ايضا بالنسبه للمستشفيات، المستشفيات مجهزه على قربه الاستعداد 24 ساعه استقبال اي حاله من ابنائنا الطلبه لا قدر الله يحصل له اي ظرف من الظروف. المهم احنا اعضاء هيئه تدريس متواجدين على مدار اليوم، المكاتب مفتوحه بيستقبلوا الطلبه على قربه الاستعداد انهم يقدموا كل العون والدعم. ودكتور ايضا على الصعيد الاكاديمي، هل هناك تخصصات جديده تم اضافتها هذا العام؟ أنا في الحقيقة يعني لسه من ما يقرب كان معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور كان موجود عندنا في جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، كان بيفتتح معانا العام الدراسي الجديد وهو شاف بنفسه التجهيزات. إحنا عندنا أربع كليات في جامعة بنها الأهلية، دي تخصصاتها كلها تخصصات بينية، مجملها حوالي 17 برنامج. عندنا كلية الطب ببرنامج، كلية الهندسة بست برامج، كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بخمس برامج، كلية علوم الحاسب بخمس برامج، كلها من منظومة الجامعات الذكية أو جامعات الجيل الرابع، كلها بتهدف إلى أنها تبقى تخصصات بينية، بمعنى أن الطالب ممكن لما يتخرج يبقى في إيده أكثر من تخصص، فبالتالي يقدر يواجه احتياجات سوق العمل، وبالتالي يقدر يحصل على الوظائف المعلنة اللي هي وظائف المستقبل. شكرا جزيلا دكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جزيل الشكر.